يعطيكم العافية. دفعة 2020 معكم سدين سمير. رح نكمل في هذا الفيديو البارت الثاني من محاضرة 13 اللي بتحكي عن الـ Introduction to Immunology، مقدمة إلى علم المناعة. في البارت الماضي ناقشنا مجرد مقدمة لهاي المحاضرة، بعدين حكينا عن تاريخ علم الإيمونولوجي، وحكينا عن العلماء كيف طوروه شو إنجازاتهم فيه، وحكينا إنه هذا إشي كتير مهم إنكم تحفظوه وأكيد في عليه سؤال. وبعدين بدينا نحكي عن الـ innate immune system اللي هي أول جزء من أجزاء جهاز المناعة اللي هو المناعة الطبيعية، وهلأ بدنا نكمل في الـ adaptive immune system اللي بتحكي عن المناعة المتخصصة. تمام، وطبعا رح في كتير تفاصيل فيها احنا ذكرناها برضو في البارت الماضي، رح نرجع نعيدها كمان مرة. هلأ بيحكينا أن الـ adaptive immune system هو عنده specificity، يعني عنده خصوصية. قلنا شو يعني خصوصية؟ يعني أنه بيهاجم الفيروسات غير عن مهاجمته للبكتيريا، يعني بيقدر أنه يهاجم كل جسم غريب لحاله، مش أنه بيهاجمهم كلهم بنفس الطريقة. أوكي، كمان عنده ميموري سيل، في عنده خلايا الذاكرة، يعني إذا دخل عليه فيروس معين وتشافى منه بيقدر إنه إذا دخل عليه كمان مرة يتذكره، وهو بيكون مكون أنتيبادي وأجسام مضادة ضده. طبعا هذا كله شرحته انا في البارت الماضي، فلهيك انه عم بمشي عليه سريع. كمان انه هو بيقدر يميز خلايا الجسم عن الخلايا الغريبه عن الجسم. تمام، بيحكي لنا انه الادابتيف اميون سيستم هو سلو، هو كتير بطيء. ليه انه هو بطيء؟ حكينا انه هو لسه بده يتعرف على الجسم الغريب اللي داخل على الجسم، بعدين انه يعرف كيف بده يواجهه، وبعدين انه يصير في عنا الكلونال سيلكشن وكل هاي الامور. فاكيد هو انه رح يكون بطيء، فبده من 7 أيام الى 10 أيام لحتى يعمل الاستجابه المناعيه تاعته. اوكي، ولكن مثلا الانيت اميون سيستم هو سريع واسرع منه. ليه؟ لانه الانيت اميون سيستم اول ما يدخل عليه باثوجين هو مش بحاجه انه يتعرف عليه خالص مباشره انه هو بيواجهه. تمام، او يعني مش بحاجه انه يكون في عنده سبيسيفيسيتي وخصوصيه لنوع معين من الباثوجين، لا هو خلص كلياتهم بيواجههم بنفس الطريقه. بيحكي لنا انه احنا كيف بنقدر نزيد الادابتيف اميون سيستم، بيحكي لنا عن طريق الجينيتك دايفرسيتي. كل ما زاد عندنا تنوع الجينات بيزيد عندنا كفاءه وفعاليه الادابتيف اميون سيستم. وطبعا حكينا عن الجينيتك دايفرسيتي شو دخلها في الموضوع هذا. طيب بعدين بيحكي لنا انه كمان من الاشياء اللي بتزيد استجابه وفعاليه الادابتيف اميون سيستم اللي هي السوماتيك ميوتيشن. طيب هلا شو يعني سوماتيك ميوتيشن؟ صراحه الدكتور هيك بس حكى سوماتيك ميوتيشن ومشى عنها، وصراحه يعني مو حابه انكم تكونوا بس يعني عم تحفظوا الكلام حفظ من غير ما تفهموا شو هو، فرح احكي بشكل سريع ومجمل جدا عن السوماتيك ميوتيشن. هلا احنا بتتذكروا في البارت الماضي لما حكينا انه احنا في عنا مثلا البي سيل بيكون في على البي سيل اكثر من نوع من انواع الريسبتورز، وانه احنا لما يدخل عنا جسم غريب بيجي الريسبتور يلي مناسب له بيستجيب معه، وبعدين بصير في عنا عمليه الكلونال سيلكشن كلياتها. هلا ممكن يجي نسال حنا انه من وين اجوا هدول الاكثر من نوع من الريسبتور تاعون البي سيل، يعني انه كيف صار في عندي اكثر من نوع؟ بجاوبك انه بسبب انه في عنا اختلاف في الجينات، عشان هيك قلنا كل ما كان عنا جينات اكثر، تنوع في الجينات اكثر، يكون في عنا جهاز المناعة أقوى. طيب بتيجي بتسألني إنه تنوع الجينات هذا من وين جاي؟ بحكي لك بطريقتين. أول طريقة إنه مثلا مثل ما حكينا في البارت الماضي بيغربوا النكاح، إذا كان الأم والأب ما بيقربوا لبعض فهذا الإشي بيؤدي لأنه يصير في عنا تنوع بالجينات أكثر. تاني شغلة إذا صارت عنا عملية السوماتيك ميوتيشن. طيب شو السوماتيك ميوتيشن؟ إنه مثلا أنا باجي بمسك الدي إن إيه اللي مكون للمستقبل تاع البي سل أو المستقبل للتي سل، تمام؟ الريسبتور للبي سل أو الريسبتور للتي سل، باجي بمسك هذا الدي إن إيه ممكن اعمل عليه طفره. هلا اذا بتتذكروا من شابتر 13 حكينا انه اكبر تنوع او المصدر الرئيسي للتنوع الجيني هو جاي من الطفرات، تمام؟ فباجي بمسك الدي ان اي اللي مكون لهذا الريسبتور لهذا المستقبل، بعمل عليه طفره بيطلع لي مستقبل جديد، بعمل عليه طفره ثانيه بيطلع لي مستقبل ثاني. فبالتالي اني انا لما اعمل طفرات على الدي ان اي تاعت المستقبلات للبي سيل والتي سيل، هذا الاشي بيؤدي لانه يتكون عندي مستقبلات متنوعة، وبالتالي تستجيب لأنواع عدة من الباثوجينز، تمام؟ وهذا الإشي بيزيد لنا من فعالية الأدابتيف إميون ريسبونس. طيب الأدابتيف إميون ريسبونس بتكون من مجموعة مكونات. أول إشي عندنا التي سيل والبي سيل. البي سيل حكينا عنها في البارت الماضي إنها هي اول ما شافوها في التشيكن اللي هم الدجاج، وكانت في عضو اسمه البيرسا اوف فابريكس. هلا في الحيوانات او في يعني البشر نحكي انه موجودين البي سيلز، احنا وين بنلاقيهم؟ في البون مارو، في نخاع العظم. فالبي سيلز بتيجي وبتتطور في نخاع العظم،
اوكي، في البون مارو، بي اس بي، بي سيل بون مارو. طيب التي سيل هاي بحكي لنا انها هي جاي من البون مارو، جاي من نخاع العظم، وبصير لها الديفلوب تتطور في الثايمس جلاند في الغده الزعتريه. فاذا كل الخلايا البي والتي سيل جايين من وين؟ من نخاع العظم، ولكن البي سيل بصير لها ديفلوب في البون مارو، بينما التي سيل بصير لها ديفلوب في الثايمس جلاند في الغده الزعتريه. طبعا لما تتطور وتتمايز بتعطينا نوعين من الخلايا التي سيل، بتعطينا السيتوتوكسيك تي سيل والهيلبر تي سيل، الخلايا تي القاتله وخلايا تي المساعده. تمام. طيب هلا هون في معلومه صراحة هي نوت مش كتير مهمة، بس انه يعني الدكتور حكاها. هلا البرايمري ليمفويد اورجان، شو هم الاعضاء اللي احنا بنعتبرهم برايمري ليمفويد؟ هدول اللي هم البون مارو والثايمس جلاند، تمام، اللي هو نخاع العظم والغدة الزعترية. والسكندري ليمفويد اورجان احنا مين هم؟ هم السبلين، الطحال، الليمف نود اللي هم العقد الليمفاوية. تمام. فاذا البرايمري ليمفويد اورجان هم البون مارو والثايمس، والسكندري ليمفويد اورجان هم السبلين والليمف نود وغيرها من الاورجان. اوكي. طيب تاني شغله موجوده عندنا في الاميون ريسبونس هي السيتوكاينز. السيتوكاينز هي بتذكر لما حكينا في البارت الماضي انه الانيت اميون سيستم والادابتيف اميون سيستم متصلين ومرتبطين مع بعضهم البعض، وانه الانيت اميون سيستم بتبعت اشارات للادابتيف اميون سيستم عشان تنشطه. نوع من انواع الاشارات اللي بتبعتها الانيت اميون سيستم هي السيتوكاينز. شو هي السيتوكاينز؟ هي عباره عن مواد كيميائيه بتشتغل كاشارات، ممكن تشتغل كاشارات بين المناعه الطبيعيه والمناعه المكتسبة، وممكن داخل خلايا المناعة المكتسبة، داخل خلايا الأدابتف إميون سيستم، تشتغل هاي السيتوكاينز كإشارات بحيث إنها تنشط لنا خلايا معينة أو تثبط لنا خلايا معينة. وطبعا برضه بالصيف لما تاخدوا المناعة راح تاخدوا أنواع السيتوكاينز وكل واحد فيهم شو بيعمل، ورح تزهقوهم وتقرفوهم كمان. طيب هلأ ثالث إشي في عنا الأنتيجن. هلأ الأنتيجن مثل ما حكينا في البارت الماضي هو الجسم الغريب اللي بدخل عنا على الجسم، تمام، هي البكتيريا أو الفيروس أو إلى آخره من هاي المواد. فهي السبستنس طبعا ذات induced to the immune response، هي اللي بتحفز لنا إنه يصير في عنا استجابة مناعية، تمام، هي اللي بتخلي جهاز المناعة يتنشط ويعمل استجابة مناعية. طيب عنا الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول. هلا قبل ما احكي عن الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول واللي بعده، بدي افرجيكم صوره على اساس انه منها نفهم كل شيء. اول شيء ركزوا معي، في عنا إشي اسمه antigen presenting cell، يعني هي الخلايا التي تظهر لنا الانتيجين على سطحها، تمام. عنا ثلاث انواع منها، عنا الماكروفاج والدندريتك سيل والبي سيل، تمام. اذا شو هم الانتيجين بريزنتينج سيل؟ شو هم الخلايا اللي بيظهروا لنا الانتيجين على او يعني الجسم الغريب على سطحها؟ الدندريتك سيل والماكروفاج والبي سيل. مثل ما احنا شايفين انه هي مثلا بدخل عليهم الانتيجين الجسم الغريب، وهم بيقوموا ايش بيعملوا؟ بيظهروه على سطحهم، هيو كان هو جوا جسمهم قاموا اظهروه على السطح. طيب اذا هذا هم الانتيجين بريزنتينج سيل، ومن اسمهم واضح انهم هم شو بيعملوا. هلا بدنا نشوفه هون انه احنا هاي عنا انتيجين بريزنتينج سيل، يا اما بي سيل يا اما ماكروفاج يا اما دندريتك سيل، تمام، قامت اظهرت لنا الانتيجين على سطحها، تمام. فهذا هو الانتيجين وصار على سطح الانتيجين بريزنتينج سيل. طيب ممتاز. هلا في عنا خلايا اللي بنسميهم الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول، يعني هي الخلايا التي تتعرف على الانتيجين. مثل مين عندنا؟ عندنا التي سيل ريسبتور او البي سيل ريسبتور، حكينا عنهم في المحاضره الماضيه، او الانتي بودي، تمام. ففي عندنا خلايا تتعرف على الانتيجين مثل التي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور. هلا ممكن انتم شايفين هذا الام اتش سي موليكيول، هذا شو وظيفته؟ رح احكي عنه في اخر المحاضره، بس كونوا عارفين انه هذا الام اتش سي ريسبتور هو نظاره للتي سيل ريسبتور. تيجي بتحكي شو يعني نظاره؟ يعني بحكي لك انه هذا الام اتش سي ريسبتور او الام اتش سي موليكيول هو خاص فقط لخلايا تي. إذا كان هذا الـ MHC مش موجود على سطح الـ Antigen Presenting Cell، خلايا تي ما بتقدر تشوف هذا الـ Antigen، ما بتقدر تشوف الجسم الغريب. فهذا الـ MHC هو زي كأنه بيكون حامل الـ Antigen، بيكون حامل الجسم الغريب، وبيصير إنه هو بفرجيه للـ T Cell، لأنه إذا ما كان موجود الـ T Cell ما بتشوف هذا الـ Antigen، أوكي؟ فإذا في عنا Antigen Presenting Cell هي خلايا بتظهر لنا الـ Antigen على سطحها، تمام؟ هلا هاي الانتيجين بريزنتينج سيل في عندها الشيء اسمه الام اتش سي موليكيول او الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس. هذا الموليكيول هو اللي بيكون حامل لنا الانتيجين عشان يفرجيها لمين؟ عشان يفرجيها لخلايا تي، اوكي. فاجمالا هذا اللي كنت بدي افرجيكم اياه.
هلا بيحكي لنا الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول مثل مين؟ مثل التي سيل ريسبتور والانتي بودي والبي سيل ريسبتور. احنا المثال الماضي حكينا عن التي سيل ريسبتور، اذا الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول هي الخلايا التي تتعرف على الانتيجين. مثل مين؟ مثل المستقبلات الموجوده على سطوح خلايا تي او الانتي بودي اللي هي الاجسام المضاده او البي سيل ريسبتور، واللي بتخضع للكلونال سيلكشن، وطبعا هاي شرحناها بتفاصيلها في البورت الماضي. كمان هلا في عنا من الاجزاء الموجوده اللي هي ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس اللي شفناه قبل شوي، الام اتش سي موليكيول، هذا بيشتغل كانتيجن ريكوجنيشن موليكيول وكانتيجن بريزنتنج سيل. طيب يعني هلا هو بيتعرف على الانتيجن الموجود على الانتيجن بريزنتنج سيل، فهو انتيجن ريكوجنيشن موليكيول بيشتغل، وكمان هو انتيجن بريزنتنج سيل بحيث انه هو بيظهر لنا الانتيجن على سطحه لمين؟ عشان تشوفوا خلايا تي. تمام، هلا في تفاصيل كتير للميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس وراح تاخذوه في محاضره مفصله لحالها في مساق المناعه في الصيفي، بس اجمالا هلا هذا اللي بدي اياكم تكونوا عارفينه منه. كمان الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس في له نوعين، في له تو كلاسز اوكي، والكلاسز تاعونا بتتعرفوا عليهم في يعني في الافصل الجاي ان شاء الله. هلا الاميونوجلوبيولين او الانتي بودي، طبعا سواء قلت انتي بودي او اميونوجلوبيولين مبدئيا نكونوا عارفين انهم هم زي بعض اوكي، على الرغم انه في فرق بينهم ولكن انتم تكونوا عارفين انهم زي بعض. طيب بيحكي لنا وي يوز ات از انديكيتور تو انفكشن اور تو ميجر ذا سترينث اوف ذا اميون سيستم. هلا احنا عندنا في اساسا لقاح جديد عم بيطلع على كورونا فايروس. تمام، هلا هذا اللقاح بعد ما ينعطى للناس بنيجي احنا بنفحص هل تكون عندهم انتي بودي، هل تكون عندهم اجسام مضاده. اذا تكون عندهم اجسام مضاده بعد ما انا اعطيتهم الفيروس اللقاح، معناها انا اللقاح اللي عندي شغال اوكي. فمثلا قبل فتره طلع خبر انه الناس اللي اخذوا والله هذا اللقاح صار تكون عندهم اجسام مضاده، فهذا الاشي منيح يعني انه اللقاح اللي عندي ممتاز وشغال وقاعد عم بكون اجسام مضاده ضد الفيروس الموجود عندي. تمام، فانا بستخدم الانتي بودي، وجود الانتي بودي هذا بدللنا على انه انا بس اعطي اللقاح، بس اعطي الفاكسين، انه انا هذا الفاكسين منيح ولا مش منيح، وانا بدللي هل الاميون سيستم جهاز المناعه عندي قوي ولا مش قوي. كمان اذا جيت عند جسم انسان ماشي، اجيت فحصت مثلا الدم عنده لقيت عنده انتي بودي معينه، اجسام معينه بتهاجم فيروس معين، انا بكتشف انه هذا الانسان كان مصاب بهذا الفيروس من قبل، فجسمه كون اجسام مضاده ضده اوكي. فاذا وجود الانتي بودي بدللنا على انه كان في اصابه بهذا الباثوجين من قبل، وكمان اذا انا اعطيت اللقاح باجي بفحص وجود الانتي بودي، اذا تكون عندي انتي بودي فمعناها هذا اللقاح اموره تمام وشغال اوكي. بيحكي لنا انه الريسبونس يلي بينتج عنها الانتي بودي، الاستجابه المناعيه يلي بينتج عنها اجسام مضاده، شو بنسميها؟ هيومرال اميون ريسبونس، اللي هي الاستجابه السائله واللي حكينا عنها في البارت الماضي وقلنا انها هي بتيجي من مين؟ بتيجي من بي سيلز. طيب هلا بحكي لنا موديفيكيشن اوف سيلف انتيجين اند ديليشن اور ان اكتيفيشن اوف سيلف ريسبتور. هلا شوي نيجي نحكي عن هذا الموضوع. هلا بتتذكروا في البارت الماضي حكينا انه من خصائص جهاز المناعه انه هو بيقدر يميز بين خلايا الجسم والخلايا الغريبه. طب تيجي بتسالني كيف جهاز المناعه بيقدر يميز بين خلايا الجسم، يعني كيف تعرف انه هدول خلايا الجسم وممنوع تهاجمهم؟ هلا واثناء الجنين في رحم امه، على الرغم انه هاي التفاصيل ما حكاها الدكتور بس عشان تكونوا فاهمين، واثناء الجنين في رحم امه بتم عرض خلايا الجسم على جهاز المناعة. تمام، فإحنا إيش اللي بصير عنا؟ إنه مثلا بتيجي خلية الكبد، الجسم بتعرف عليها إنه هاي خلية الكبد تاعت الجسم فلا تهاجم هيا جسم لما ينولد هذا الطفل. تمام، فبنعرضوا خلايا الجسم فإنه بصير الجسم مميز الخلايا تاعونه. فشو اللي بصير عنا؟ هلأ إذا تكونت عنا خلايا تي أو خلايا بي، هلأ وإحنا قاعدين عم نكون خلايا تي وخلايا بي في البون مارو، وأثناء نضج كمان التي سيل في الثايموس في الغدة الزعترية، في أثناء هاي المرحلة أي تي سل أو أي بي سل بتطلع عندها ريسبتور، عندها مستقبل، بيتعرف على خلايا الجسم، بقوم الجسم بثبطها مباشرة وبلغيها من الجسم، لأنه إحنا ما بدنا إياها. إذا طلعت، إذا صار في عندي أي خطأ وطلعت عندي هاي الخلية يلي عندها مستقبل بتعرف على خلايا الجسم، هذا الإشي بيؤدي لأنه يعمل أوتو أميون ديزيز، إنه الجسم يصير يهاجم حاله ويبطل يعرف خلايا الجسم من الخلايا الغريبة أوكي. فإذا عندنا لأثناء تكوين أو أثناء تصنيع خلايا تي وخلايا بي
أي خلية بيطلع عندها ريسبتور بتعرف على أنسجة الجسم، أو إنه بيعمل استجابة لأنسجة الجسم، مباشرة الجسم إيش بيقوم بيعمل؟ بيقوم بكبه، بحذفه، بيطلعه برا الجسم، ما بدنا إياه هذا، أوكي؟ بيقوم بثبطه. فإذا إيش بيعمل للسلف أنتيجين؟ بيعمله ديليشن أو إن أكتيفيشن لهذا الريسبتور، أوكي؟ طيب هلا في عندنا معلومه تانية بحكي لنا انه في عندنا بعض الفيروسات بتكون هي ايفيسيف. هلا هذا المصطلح ايفيسيف كثير ركز عليه الدكتور. شو يعني ايفيسيف؟ يعني انه هذا الفيروس بيكون متحايل. ايش يعني متحايل؟ يعني هذا الفيروس له اكثر من وجه، تمام؟ ايش يعني له اكثر من وجه؟ او اعطيني مثال عليه اللي هي الانفلونزا فيروس. هلا عمرك مثلا انصبت بالانفلونزا وما رجعت انصبت فيها بحياتك؟ لا، احنا كلياتنا بنصاب بالانفلونزا في حياتنا اكثر من مره. طب شو السبب؟ مش المفروض أنا جسمي بعمل إنه أجسام مضادة ضده، والمفروض إني ما أرجع أنصاب فيه مرة تانية؟ بحكينا لأنه يعني مثلا هاي السمول بوكس إذا انصبت فيه واتشافت، أو الكاو بوكس إذا انصبت فيه واتشافت، أنت ما بترجع تنصاب فيه مرة تانية. إيش معنى الإنفلونزا فيروس؟ إذا انصبت فيه بترجع تنصاب فيه مرة تانية وتالتة ورابعة، وبضلك تنصاب فيه عادي. بحكينا لأنه الإنفلونزا فيروس في عنده خاصية إنه هو متحايل. شو يعني متحايل؟ يعني عندنا الإنفلونزا فيروس مكون من قطع، تمام؟ هلا بحكي لنا إنه هاي القطع في عليها attachment protein، في عليه بروتينات يعني مثلا ملتصقة في هذا الفيروس، تمام؟ هلا هدول ال attachment protein ايش بنسميهم؟ الاجلوتين. الاجلوتين هدول في عنا بالانفلونزا فيروس في عنا 18 وحدة منهم. اذا في عنا 18 بروتين موجود وين؟ في الانفلونزا فيروس. فشو اللي بيصير في الانفلونزا فيروس؟ في عنا 18 بروتين. هلا فعليا يعني بيكونوا موجودين على سطح الانفلونزا فيروس على حسب ما حكى الدكتور بيكونوا 8، اوكي؟ فمثلا عندي انفلونزا فيروس رقم 1 في عليه 8 بروتينات، اوكي؟ بيجي بدخل على جسمك، بصيبك بالمرض، جسمك بكون اجسام مضاده ضده، وانت بتتشافى وامورك تمام. بيجي هذا الفيروس نفسه شو بيعمل؟ بقوم بغير وحده من البروتينات الثمانيه اللي عنده وبحط بروتين ثاني بداله. مش هو عنده 18، بقوم بغير وحده وبحط وحده ثانيه، فبصير كانه فيروس جديد. لما يدخل على جسمك، جسمك ما بتعرف عليه على انه فيروس قديم، لا، بشوفه كانه فيروس جديد، بيرجع كمان مره بيهاجمه وبيقوم وين أجسام مضادة ضده، وبعدين إنه بتتخلص منه. في المرة الثالثة نفس الإشي، إنه بقيم بروتين بحط بروتين تاني مكانه، فإنه هو إنه فيه منه قطع. فإحنا بس مجرد ما نغير هاي القطع كأنه بيطلع عندي فيروس جديد تماما. فبحكينا الدكتور إنه كل 10 سنين هذا الفيروس بغير واحدة من القطع تعونه، فبالتالي بطلع عندي فيروس جديد تماما. زي مثلا الكورونا فيروس لما ضرب هون الدكتور مثال عليه، انه الكورونا فيروس هو من عائلة، تمام، اللي هي موجودة ومنتشرة، تمام، الكورونا فيروس. ولكن انه ايش اللي صار؟ انه هو غير بس واحدة من بروتيناته فصار عندنا فيروس جديد. هذا الفيروس احنا ما عندنا مناعة ضده، ما عندنا اجسام مضادة ضده، فلذلك انه هذا الفيروس انتشر وسبب امراض، تمام. فهذا هو اللي بفسر لنا ليش احنا بحياتنا بنصاب بالانفلونزا أكثر من مرة، لأنه الإنفلونزا فيروس بيقدر إنه يغير من شكله، هو متحايل، كل مرة بدخل على الجسم بدخل بوجه جديد، تمام؟ بدخل ببروتينات جديدة، فالجسم بفكره فيروس جديد، فبرجع بيستجيب له من أول وجديد، فإحنا بنمرض بالإنفلونزا أكثر من مرة في حياتنا. صراحة معلومة لطيفة يعني إنكم تكونوا عارفينها. طيب هلا نيجي لهاي الصورة، بحكي لنا هاي الصورة بتبين لنا السيتوتوكسيك سيل، تي سيل اللي هي خلايا تي القاتلة، وهي قاعدة عم تقتل نوع من أنواع البروتوزوا، تمام؟ كيف بتقتلها؟ عن طريق السيل ميدييتد إميون ريسبونس. قلت لكم من قبل إنه سيتوتوكسيك تي سيل خلايا تي القاتلة شو بتعمل؟ بتعمل على بلعمة الخلية المصابة بالمرض. فلأنه خلية اللي هي خلية تي بتبلعم خلية تانية، بتقوم بتبتلع خلية تانية، فلأنه التفاعل بين خلايا، يعني خلية عم تبتلع خلية، شو سمينا هذا النوع من الريسبونس؟ اللي هو سيل mediated immune response، اللي هو الاستجابة الخلوية. ولكن بالانتيبادي ايش بسميها؟ الهيوميرال immune response، استجابة سائلة، لانه الانتيبادي الاجسام المضادة بنشوفهم في الدم، اوكي؟ طيب هلأ هنا برضو موضوع سهل ولطيف، ويعني احنا لامسينه حاليا في حياتنا، اللي هو بيحكي لك انه اذا كان الريسبيراتوري فيروس اللي هي الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، معظمها بتنتشر عن طريق الدروبلت، عن طريق القطرات، تمام؟ فمثلا انه نفرض انه انت سعلت او احيت، تمام؟ لما تسعل او تأح رح يطلع من تمك اللي هي دروبلت، رح يطلع قطرات، تمام؟ هاي القطرات بتنتشر بالجو، تمام؟ فبتسبب لنا على انه ينتشر هذا الفيروس من يعني منك لا
اشخاص تانيين وينتشر في الجو والمحيط فيك، تمام؟ مثل ايش؟ مثل ايش معنى فيروسات؟ كورونا فيروس، انفلونزا، الكومن كولد، الادينو فيروس، ما بهموني الفيروسات الثانيه، اهم شيء الكورونا فيروس والانفلونزا، اوكي؟ طيب تحكي لنا، طب نفرض انه انت احيت، تمام، وطلع الدروبلت من تمك، نفرض انه انت بس احيت، قمت حطيت يعني باطن ايدك على تمك وانفك، فالدروبلت هاي القطرات ايش راح تصير؟ راح تصير كلها على ايديك، وانت بعدين بتروح شو بتعمل؟ بتروح بتسلم على الناس وبتقوم بتنقل الفيروس يلي صار على ايديك، لانه ايديك صاروا ملوثين بالفيروس لانه كل القطرات اجوا على ايديك، تمام؟ فانت بتروح بتسلم على الناس وهيك بتنقل الفيروس من شخص لشخص ثاني. فعشان هيك انه احنا بالكورونا فيروس اول ما طلعت الاجراءات الوقائيه واهم اجراءات كانت على انه نحط الماسك، نحط الكمامه، بحيث انه اذا انت احيت هاي الدروبلت ما تنتشر في الجو وتضلها موجوده في منطقه معينه. كمان اذا انت احيت او عطست، انه يعني اذا ما معك مثلا محرمه او هيك، انه تعطس في منطقه الكوع، تمام، بحيث انه يعني منطقه الكوع ما فيها تلامس بينك وبين ناس ثانيين، فانه ما بتنقل على الاقل الفيروس لمكان ثاني، اوكي؟ كمان غير عن هيك انه التباعد الاجتماعي، ما فيش داعي انك تروح تسلم على الناس وتبوسهم وهيك، انه نكون متباعدين عن بعض قدر الامكان، خصوصا انه احنا قاعدين عم نمر في مرحله من انتشار واسع للفيروس، تمام؟ فبحكي لنا هنا انه as consequence when one cough، إذا حدا أح فبحكي لنا we will spread droplet، راح ينشر هاي القطرات في كل مكان، خصوصا إذا كان قاعد في غرفة صغيرة، يعني أنت هيك ما شاء الله خليت الجو رائع. طيب بعدين بحكي لنا if he uses his hand، إذا استخدم إيديه عشان يعني إنه يغطي أنفه وتمه وهو قاعد عم بيقح، then his hand will إيش مالها، إيش راح تكون full of virus، راح تكون مليئة بالفيروسات. بعدين بحكي لنا إنه هاي الفيروسات راح تنتشر عن طريق التلامس، يعني مجرد ما تسلم على حدا، وخصوصا بحكي لنا في السوشيال ايفنت اذا كان في عندنا احداث اجتماعيه، تمام، بتروح انت بتسلم على الناس وهيك وبتقوم تنقل لهم الفيروس وبتخلي الجو رائع، تمام. بعدين بيحكي لنا انه that is why one of the most important prevention measure of this disease is simply اللي هو الهاند ووشينج، كمان الماسك. حكى الدكتور عن الكمامه وانه غسل اليدين هي من اهم الاشياء اللي بنواجه فيها هاي الفيروسات. طيب هلأ هنا برضو في عنا كيس حكى عنه الدكتور، يعني وهو كيس مهم إلنا كطلاب طب. بحكي لنا في عنا medical student، في عنا طالب طب has been infected with hepatitis B، يعني في عنا طالب طب انصاب بالتهاب الكبد الوبائي من نوع B، تمام. بحكي لنا طب كيف انصاب فيه following a needle stick injury from an injected infected patient، يعني بحكي لنا انه هو قاعد عم مثلا ماخد إبرة من مريض مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، قام غز حاله بالغلط، تمام؟ فمجرد ما انه غز حاله بالغلط قام انصاب بالتهاب الكبد الوبائي. هلا التهاب الكبد الوبائي ايش بسموه كمان؟ بسموه السيرم هيباتايتس، تمام؟ ليش بسموه سيرم هيباتايتس؟ لانه هو بينتقل بالسيرم، تمام؟ تاع الدم، ماشي؟ فبالتالي انه بس مجرد انه الابره دخلت في ايده فهو انصاب فيه. بحكينا كمان الهيباتايتس بي فيروس كيف بينتشر؟ اذا اول شيء بينتشر عن طريق السيرم والنيدل، انه مجرد ما غز حاله. كمان بينتشر بالسيكشوالي، يعني بينتشر جنسيا، اوكي؟ بيحكي لنا and from mother to child، يعني كمان الام الحامل ممكن اذا انصابت بالهيباتيتس بي فيروس وهي حامل بالجنين انها تنقل له هذا الفيروس. بيحكي لنا in the developing world، في المناطق النائيه it's leading to cause of death، في المناطق او مش المناطق النائيه، يعني في الدول غير المتقدمه، اوكي، نسميهم، هذا الشيء بيؤدي لانه انهم يتوفوا وبزيد عدد الوفيات في الادلت. كمان هيباتيتس بي فيروس ملتيبلايز ان ذا ليفر، يعني هذا الفيروس وين بيروح في الجسم؟ يعني اوكي فهمنا انه هو التهاب كبد وبائي، من اسمه انه التهاب كبد وبائي، عمين راح ياثر على اي عضو في الجسم؟ الليفر اللي هي الكبد، تمام. ذا اميون ريسبونس تو هيباتيتس بي فيروس برودوس تي سيل، يعني الجسم كيف بيستجيب لهذا الفيروس اللي هو الفيروس التهاب الكبد الوبائي؟ عن طريق انه هو بيفرز خلايا تي، تمام. إذا مين يلي بيهاجم الهيباتيتس بي فيروس؟ هذا الفيروس اللي هم خلايا تي، which is the which in most patient can eliminate the virus، تمام. In some individual however the virus persist and the T cell cause damage to the liver cell which lead to the inflammation hepatitis. طيب بحكي لنا إنه خلايا تي لما تيجي بدها تهاجم هذا الفيروس يلي موجود جوا الكبد، ممكن إنها هي تحطم خلايا الكبد، خلايا الكبد
مادة سليمة ممكن إنها تحطمها، فهذا الإشي بيؤدي لالتهاب في الكبد. يعني هو التهاب الكبد من وين جاي؟ وهي خلايا تي قاعدة عم تعمل ريسبونس لإله، ممكن تعمل سيروسس، تعمل تليف في الكبد، تمام؟ ممكن في بعض الأحيان يصير في عنا كانسر، تمام؟ يصير في عنا اللي هو سرطان الكبد. However, hepatitis B virus infection is preventable، يعني إنه إحنا بنقدر نمنع الإصابة بفيروس اللي هو التهاب الكبد الوبائي. بحكينا in recent years، في السنين الماضية القليلة، الهيباتوما اللي هي سرطان الكبد is no longer the problem it was in some parts of the of the world، تمام؟ إنه صار إنه سرطان الكبد مو مشكلة كبيرة في العالم، تمام؟ This has been achieved through. طب ليش إنه صار مش مشكلة كبيرة؟ بحكينا لأنه هذا الإشي وصلنا ل vaccine that prevent transmission of hepatitis B virus، يعني إحنا وصلنا للقاح بيؤدي لإنه نمنع من انتشار الفيروس اللي بسبب التهاب الكبد الوبائي. مش قلنا إنه وجود الهيباتيتس B virus، هذا الفيروس وجوده ممكن يؤدي لإنه يصير في عنا كانسر، يصير في عنا سرطان في هذا في الكبد، تمام؟ فمجرد ما احنا منعنا وجود الهيباتيتس بي فيروس، فاحنا قاعدين عم نقلل من حدوث الكانسر في الليفر. لكن this vaccine work by stimulating B cell، اذا اللقاح بيقوم بحفز لنا اي خلايا، بيقوم بحفز لنا خلايا بي which produce antibody. خلايا بي شو بتعطينا؟ بتعطينا الاجسام المضاده. طبعا الاجسام المضاده بتكون ضد مين؟ ضد الفيروس هذا اللي هو هيباتيتس بي فيروس. فبعدين اخر شيء بحكي لنا انه هذا الكتاب اللي هو شرح منه الدكتور رح يساعدك بانك تعرف شو فائدة الباكسين وكيف انه نحافظ على حالنا، وتعرف اكتر عن هيباتيتس بي فيروس. طبعا رح تاخده عنه هذا بالصيفي. بس المهم هلا من هاي الكيس كلياتها، طبعا انا ترجمت لكم اياها لانه الدكتور قرأها كلياتها، فاهم شيء بدنا نكون عارفين انه كطلاب طب لما نيجي ندخل او قبل ما ندخل على الكلينيكال ييرز، قبل ما ندخل على السنوات اللي بنشتغل فيهم بالمستشفى، لازم ناخذ لقاح للهيباتيتس بي فيروس. ليه؟ لانه ممكن وانت مثلا قاعد عم تعطي لمريض ابره، او مثلا عم بتغطي بالابره او اي شيء لمريض مصاب بالهيباتيتس بي فيروس، ممكن انك انت بالغلط انك تغز حالك في هاي الإبرة، فبالتالي ينتقل لإلك هذا الفيروس. كمان إننا نكون عارفين إنه هذا الفيروس بنتقل جنسياً، وبنتقل من الأم لابنها لما تكون هي حامل فيه. بحكينا إنه كمان إنه هذا الفيروس بسبب موت في في المناطق الغير متقدمة، تمام؟ وبحكينا إنه هذا الفيروس لما يصيب الجسم، جهاز المناعة عندنا كيف بيستجيب له؟ بيستجيب له عن طريق خلايا تي، تمام؟ لما تستجيب له خلايا تي، ممكن هذا الإشي يؤدي إلى إنه هي خلايا تي قاعدة عم تستجيب له يدمر الفيروس مع خلايا الكبد. فلما يدمر خلايا الكبد بيؤدي لانه يصير في عنا انفلاميشن، يصير في عنا التهاب، او يصير في عنا تليف للكبد، او انه يصير في عنا كانسر، يصير في عنا سرطان في الكبد، تمام؟ وكمان حكينا انه الهيباتيتس بي فيروس حاليا احنا بنقدر انه نمنعه. كيف بنمنعه؟ عن طريق انه احنا اكتشفنا لقاح، هذا اللقاح بس نعطيه للمريض. هذا الشيء بيؤدي لانه ينشط لنا خلايا بي جوا جسم المريض، وخلايا بي رح تعطينا انتيبادي اللي هم الاجسام المضاده ضد هذا الفيروس، فبالتالي احنا قللنا من الاصابه بهذا المرض. طبعا بالنسبه للقاح رح نحكي عنه كمان شوي، رح نحكي عن انه كيف انه احنا بناخد اللقاح على اكتر من مرة، رح نحكي عنه في اخر المحاضرة. فنشوف الدكتور شو علق على هاي الكيس. بحكينا انه هيباتيتس بي is also called serum hepatitis. اذا ليش الهيباتيتس بي هذا الفيروس كمان بنسميه serum hepatitis؟ ليه؟ لانه بينتقل عن طريق السيرم. بحكينا في عنا الجودنس اللي هي هاي اصفرار في العين، شايفين هون هذا كيف لون عيونه في المنطقة اللي لازم تكون لونها ابيض من العين، كيف لون عيونه لونها اصفر؟ هلا اذا اجاني انا مريض لون عيونه هيك في المنطقة اللي لازم تكون أبيض، أنا شفت لون عيونه تحولت للون أصفر، أنا بعرف إنه في عنده مشكلة في الليفر، تمام؟ فإذا شفت مريض عنده جودنس هذا اللي هو اليلوش، إنه بيكون في عنا لون اصفرار في المنطقة يلي بتكون في العين لونها أبيض، فإحنا هذا إنديكيتر، هذا دليل على إنه في عنا مشكلة في الكبد، تمام؟ كمان بحكي لنا اي مريض موجود عندنا في المستشفى بنعتبره مصاب بالهيباتيتس بي فيروس، او حتى كمان يعني انه بالاتش اي في فيروس اللي هو الفيروس اللي بسبب لنا الايدز، حتى نثبت غير ذلك، تمام؟ فيعني اي مريض انت عندك من المستشفى انت بتعتبره يا مصاب بالاتش بي فيروس او الاتش اي في فيروس، لحتى ما انت
تثبت عكس ذلك. فلهيك انه ليش هاي القاعده موجوده في المستشفى؟ عشان انه الاطباء والكادر الطبي بشكل عام انهم يكونوا ماخذين حذرهم وهم بيتعاملوا مع المرضى، لانه فعليا عن جد ممكن اي مريض يكون عنده هذا الفيروس. تمام. فبحكي لنا سو ميديكال ستودنت، الطلاب الطب بس يروحوا على اللي هي الكلينيكال ييرز، لازم انه نعطيهم الفاكسين ضد الهيباتيتس فيروس، لازم ياخذوا لقاح الهيباتيتس فيروس بحيث انه ما ينصابوا فيه اذا صار عندهم اي خطا طبي. طيب هلا في هذا الجدول قاعد عم بعمل مقارنه بين الانيت والادابتيف اميون سيستم، وطبعا احنا حكينا عنهم من قبل وهذا الجدول كتير مهم. اول شيء الانيت اميون سيستم نت سبيسيفيك، وحكينا ايش يعني نت سبيسيفيك، هو فاست سريع، حكينا ليش سريع، وما عنده ميموري، ما عنده ذاكره. تمام. اذا دخل عليه مثلا فيروس سين وقام هاجمه وطلعه برا الجسم، رد رجع دخل كمان مره، بقوم بتعامل معه كانه اول مره بدخل. بينما الادابتيف اميون سيستم هو very specific، مختص جدا، وحكينا ليش مختص يعني بكل تفاصيلها فما رح ارجع اعيدها. كمان هو slow، بطيء، بحاجة لايام، طبعا هذا fast بحاجة لminutes، بحاجة لدقائق، وعنده memory. الانيتي اميون سيستم مين الخلايا اللي فيها او من ايش مكون؟ مكون من natural barrier او physical barrier اللي هم السكن والميوكس ممبرين، عنده phagocytosis او الفاجوسايتس اللي هم الخلايا المبلعمة، مثل عنا الماكروفاج والنيوتروفيل، بيقوم بفرز لنا موليكيول. كمان في عنده اللي هي الباترن ريكوجنيشن موليكيول، صراحه كون الدكتور ما حكى عنها فما راح اشرح لكم الباترن ريكوجنيشن موليكيول لانه شكله مش مطالبكم فيها، بس راح تعرفوا عنها في المناعه في الصيف ان شاء الله. هلا بالنسبه للادابتيف اميون سيستم عنده الليمفوسايت، مين هم الليمفوسايت؟ هم التي والبي. تمام. سكريت موليكيول برضه بفرز لنا موليكيول، ماني انتيجين ريكوجنيشن موليكيول، في عنده انتيجين ريكوجنيشن موليكيول، في عندنا موليكيول بتتعرف على الانتيجين مثل مين؟ مثل تي سيل وال تي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور والانتيبادي. تمام. طيب هلا هون زي ما احنا شايفين في عندنا مريض قاعد عم بعمل غسيل كلى، فبحكي لي انه هذا المريض عنده كيدني فيلر، يعني في عنده فشل كلوي. تمام. في الفشل الكلوي، شو يعني فشل كلوي؟ بيحكي لنا انه الكليه بتوقف عن العمل، فبالتالي هي ما بتقدر انها تعمل ريموف للويست اند الاكسترا ووتر فروم بلاد اور كي بودي كيميكال ان ذا بالانس. شو يعني؟ يعني هلا احنا الكيدني، الكليه شو وظيفتها؟ انها هي بتمسك الفضلات اللي موجوده في الجسم وبتطلعها برا الجسم. طب اذا الكليه مش شغاله معناها هي ما بتقدر انها تطلع هاي الفضلات برا الجسم. تمام. فبالتالي انه راح يكون في عندي مشكله في الجسم. كمان الكليه وظيفتها انها تحافظ لنا على التوازن الكيميائي في الجسم، اذا بتتذكروا من برضو ايام التوجيه لما اخذته عن انه وظيفة الكلية وشو بتعمل وانه كيف بتعمل عملية الفلتر والى اخره من تكوين البول، انه هي بتحافظ لنا على المواد الكيميائية داخل الجسم انها تكون متوازنة. فاذا احنا عندنا الكلية بطلت تشتغل معناها المواد الكيميائية داخل الجسم راح تبطل متوازنة. طب بنفع المريض يعيش وهو عنده فشل كلوي؟ لا طبعا، لازم انه طبعا ما بنفع يعيش الا اذا عمل غسيل كلى. فالمريض يلي بيكون في عنده فشل كلوي بيتعرض لغسيل الكلى اللي هي الهيموداياليسز. الهيموداياليسز هي عملية غسيل الكلى، فبحكينا البيشنت لازم يصير عنده بشكل متكرر انه يعمل غسيل كلى ليتو فلتر هيز بلاد، لانه البلاد تاعه بيكون مليء بالوست، مليء بالفضلات، اذا الكدني هي ما قامت تخلصت منها فهو بيعمل الغسيل الكلى بحيث انه هو يعمل فلتره للبلاد تاعه ويتخلص من الوست تاعته لحد ما انه يجي مريض ثاني يتبرع له بكليه. طيب هلا انت ممكن تيجي تصفن تحكي لي انه شو دخل المناعه والموضوع اللي نحكي فيه كل هاي القصص. هلا الموضوع كالتالي، مثل ما حكينا من قبل انه احنا مجرد معرفتنا ودراستنا لعلم الاميونولوجي، فاحنا هذا الاشي بيأدينا لانه نعمل عمليات زراعة للاعضاء بشكل ناجح. تمام. فهاي هي اهمية علم المناعة في هذا الموضوع. طيب هلا نرجع كمان مره كمراجعه على الانيت اميون سيستم والادابتيف اميون سيستم كمان مره، معلش الدكتور عادهم اكثر من مره. ذا انيت اميون سيستم which is considered the first line of defense، هي خط الدفاع الاول عن الجسم. تمام. من ايش مكونه؟ من انتيجين بريزنتنج سيل اللي هم حكينا عنهم قبل شوي مثل الماكروفاج، وفي عندها الكومبلمنت سيستم، وحكينا عن الكومبلمنت سيستم من قبل. هلا من الخلايا تعون الانيت اميون سيستم وحكينا عنهم من قبل اللي هم النيوتروفيل ماكروفاج والناتشورال كيلر سيل، وراح احكي عنهم كمان لقدام. النيوتروفيل والماكروفاج اذا بتتذكروا حكينا هي خلايا مبلعمه. تمام. بحكي لنا
طيب نرجع، اذا النيتروفيل الماكروفاج الناتشوراكلرز هدول كلياتهم قلنا انهم هم خلايا من المناعه الطبيعيه، تمام، وانها هي ايش كمان نت سبيسيفيك، ليه؟ لانها اساسا من الانيت اميون سيستم، والانيت اميون سيستم ايش ماله؟ نت سبيسيفيك. طبعا هاي الكلام حكى الدكتور تعليقا على هاي الصوره، انه شايفين انه كيف في عندنا الانيت اميون سيستم اللي هي هون اللي بتتكون من الانتيجين بريزنتنج، عفوا، من انتيجين بريزنتنج سيل والكومبلمنت سيستم، والادابتيف اميون سيستم انها مكونه من خلايا تي وخلايا بي، وزي ما احنا شايفين خلايا بي بتعطينا الانتي بودي اللي هم الاجسام المضاده، تمام. بحكي لنا كمان تعقيبا على هاي الصوره انه الادابتيف اميون سيستم هي السكند لاين اوف ديفنس، هي جهاز الدفاع الثاني عن الجسم، تمام. بحكي لنا هو عباره عن سبيسيفيك متخصص مكون من البي سيل يلي بيفرز لنا الاميونوجلوبولين او الانتي بودي نفس الشيء، والتي سيل، تمام، والتي سيل يلي بتعطينا الريسبونس اللي بنسميه سيل ميديتد اميون ريسبونس واللي حكينا عنه من قبل. كمان تعقيبا على هاي الصوره بيحكي لنا انه الدكتور انه ذا انيت اميون سيستم اند ادابتيف اميون سيستم ايش مالهم انتر كونكتد، انه الادابتيف اميون سيستم والانيت اميون سيستم مرتبطين مع بعض، زي ما احنا شايفين كيف انه في ترابط بينهم. واساسا شفنا بالصوره قبل شوي انه كيف الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي الخلايا اللي بتظهر لنا الانتيجين الجسم الغريب على سطحها، كيف انها هي بتفرزها او بتظهرها لمين؟ لخلايا تي وخلايا بي، اوكي؟ ففي عندنا ترابط بين الانيت اميون سيستم والادابتيف اميون سيستم، والتنين بيشتغلوا مع بعض والتنين متكاملين مع بعض، بحيث انه خلايا الانيت اميون سيستم بتعطي سيجنالز، بتعطي اشارات لخلايا الادابتيف اميون سيستم بحيث انه تنشطهم، اوكي؟ فهذا هو الموجود هون، وهذا كلياته حكيته انا من قبل، فلهيك انه عم بمشي عليه بشكل سريع. طيب هلا بالنسبه لهاي الصوره، هاي الصوره احنا حكينا عنها من قبل والدكتور كتير ركز عليها، فلهيك بدي ارجع اعيدها كمان مره. هلا اول اشي بحكي لنا انه الليمفوسايتس with specific antigen receptor pre-exist encounter with antigen، يعني احنا في عنا بي سيلز، تمام، زي ما احنا شايفين كل واحدة في عليها ريسبتور مختلف عن الثانية، ففي عنا انواع من البي سيل. جاي عنا فورين انتيجين، جاي عنا انتيجين غريب، في عنا جسم غريب موجود عنا. اول ما يجي عنا خلايا بي، طبعا مش اي خلية بتيجي عليه، بالاول بتعرفوا عليه مين من خلايا بي، اي واحدة من هدول مناسبة لانها ترتبط فيه. فمثلا اجت هاي الخلية قالت انا مناسبة لاني ارتبط عليه وانا تعرفت فيه، تمام، ليه؟ لانه الريسبتور تاعها مناسب لإله، تمام، اللي هي الكي اند لوك، اللي هي نظرية المفتاح والقفل، انه هدول متناسبين مع بعضهم. فاذا احنا اصلا في عنا خلايا بي، وهدول الخلايا بي دايفرس وهم متنوعين. شو بيخليهم متنوعين؟ عن طريق انه احنا في عنا السوماتيك ميوتيشن اللي شرحنا عنها قبل شوي، وانه في عنا الدايفرسيتي ان جين، انه بيكون في عنا تنوع بالجينات، بحيث انه مثلا الجينات اللي بناخذهم من الام والاب اذا كانوا مختلفين هذا بيعطينا تنوع اكبر في الجينات. فبس يدخل عنا فورين سيل، احنا بسبب التنوع في الجينات وعنا اكثر من نوع من البي سيل، فبتيجي الخليه المناسبه لها بتتعرف على هذا الفورين انتيجين. بعدين بس تتعرف عليه ايش رح يصير في، رح يصير في لها اكتيفيشن، رح تتنشط هاي الخلايا بي، وايش يصير في لها؟ رح تصير تكون لنا كلونز، رح تتكاثر وتنقسم وتكون لنا اكثر من خليه بي من نفس النوع، تمام. هاي كلها شرحناها في الكلونال سيلكشن ثيوري، تمام. وبعدين هي هاي خلايا بي بتتنشط وبتعطينا البلازما سيل وبتفرز لنا الانتي بودي بحيث انها تواجه هاد الفورين انتيجين اللي داخل عنا. فيعني هاي الصوره، لانه الدكتور يعني على الرغم انه شرحها مره ورد رجع شرحها كمان مره بهاي الصوره وركز عليها وقال كثير مهم، فيعني ركزوا عليها، اوكي. طيب هلا اذا صار في عنا failure in the immune system، اذا جهاز المناعة فشل بانه يحقق الوظيفة تاعته، رح يصير في عنا autoimmune disease. طبعا احنا حكينا انه من failure immune system اذا فشل جهاز المناعة بانه يحقق وظيفته، في عنا ثلاث نتائج ممكن انها تصير، autoimmune disease، وحكينا انه ممكن يصير في عنا الallergy اللي هي الحساسية، وحكينا انه بصير في عنا immunodeficiency اللي هي قلة في جهاز المناعة. هلا هون انا بدي اشرح عن autoimmune disease بشكل خاص. هلا اول اشي ركزوا معي على الصورة، طبعا انا شرحت برضو الموضوع من قبل. هلا هون شو اللي بصير في عندي؟ انا في عندي خلايا بي، هدول الليمفوسايت with a specific antigen receptor pre-existing encounter with antigen these include some of the potential. طب ماشي، هلا في عنا انه خلايا بي، تمام، وطبعا مثل ما احنا متعودين انه في عليهم اكتر من receptor، فخلايا بي متنوعة، تمام. هلا هون ما دخل عندي جسم غريب، ما دخل foreign antigen، شو دخل عندي؟ دخل عندي self antigen. في عندي خلية من خلايا الجسم، يعني السلف أنتيجين إنه هاي من خلايا الجسم، أوكي؟
جينا اكتشفنا انه في عنا خلايا بي احنا نسينا نحذفهم، او الجسم صار فيه خطأ وما حذفهم، وقاموا هدول الخلايا بي اتعرفوا على السلف انتيجين. المفروض انه احنا اي خلية بي بتطلع عنا بتقدر انها تتعرف على خلايا جسمي، ايش اعمل فيها؟ اعملها ان اكتيفيشن مباشرة واثبطها. هلا ممكن في يعني احيانا انه ايش بصير عنا؟ انه بصير في خطأ في الجسم، بقوم بطلع خلايا بي بتتعرف على انسجة الجسم. طبعا هون بصير في عنا الاوتو اميون ديزيز، لانه هاي خلايا بي ايش مالها؟ بتبطل تعرف، بتبطل انها تميز هل هاي خلايا جسم ولا مش خلايا جسم، فبالتالي انها رح تعمل استجابة مناعية ضد الجسم، فالجسم رح يصير يهاجم حاله، رح اصير انا اقتل حالي. تمام؟ فاللي بصير انه هاي خلايا بي رح تتعرف على السلف انتيجين، فشو بصير في عندنا؟ بصير في لها بروليفريشن، تتنشط هاي خلايا بي وبتتكاثر وبتعطينا خلايا بي يهاجموا الجسم اكثر، وطبعا الجسم وقتها اكيد مش حيكون مبسوط. اوكي، فبصير في عندنا بروليفريشن للليمفوسايت، وهدول الليمفوسايت ايش مالهم؟ يلي بيهاجموا الجسم، فبالتالي بصير في عندنا الاوتو اميون ديزيز، بصير الجسم يهاجم حاله. فبحكي لنا الاوتو اميون ديزيز انت سيلف ريسبتور كان بي جنريتد ان ذا immune system, and the cell that carry these potential damage receptor must be deleted or inactivated. يعني أي receptor, أي مستقبل، أي خلية B أو خلية T في عليها مستقبل بيتعرف على خلايا الجسم، لازم نعمله deletion، نحذفه من الجسم، أو نعمله inactivation، نثبطه. تمام؟ ولكن بحكي لنا when mistake، إذا صار في عندنا خطأ في الجسم وصار عندنا الانتي سيلف يعني الريسبتور يلي بيهاجم الجسم، ايش صار فيه؟ ار الاود تو ريمين اكتف، يعني احنا ما عملنا له ان اكتيفيشن، ضل اكتف، ضل نشط، ايش رح يصير في عندنا؟ رح يصير عندنا الاوتو اميون ديزيز. تمام؟ هلا نيجي لهاي الصوره. هاي الصوره زي ما احنا شايفين في عندنا بشرح لنا عن الانيت اميون سيستم، بشرح لنا عن الادابتيف اميون سيستم. هلا هاي الصوره بدها توضح لي انه كيف احنا الانيت اميون سيستم ما فيه تنوع كبير. ليش ما فيه تنوع كبير؟ لانه الانيت اميون سيستم ما عنده سبيسيفيسيتي، ولكن الادابتيف اميون سيستم في عنده تنوع بالجينات بسبب انه هو في عنده سبيسيفيسيتي. فزي ما احنا شايفين الانيت اميون سيستم، هي انا عندي هذا الجين، هذا الجين ما راح يصير عليه ميجر تشينج، ما راح يصير عليه تغيرات كبيره، بصير عليه تغييرات طفيفه كتير. تمام؟ بحيث انه يعطيني جين تاني جديد، ولكن ايش معدل جينيا بشكل كتير خفيف. اوكي، هذا الجين في الاخر رح يعطينا الباتن ريكوجنيشن موليكيول، يعني انه موليكيول بيتعرف على الانتيجن، بس هيك تكونوا عارفين عنه انه هو موليكيول هي اجزاء بتعرف على الانتيجن. فاهم شيء من هاي الصوره تكونوا عارفين انه ما بصير في عنا ميجر تشينج، ما في عنا تغير كبير بصير على الجينات يا تاعت خلايا اللي بتكون موجوده في الانيت اميون سيستم. ولكن في الادابتيف اميون سيستم، في المناعه المكتسبه، شو بصير في عندي؟ هي انا عندي هذا الجين، اول شيء رح يصير في عنا جين دوبليكيشن، رح تتضاعف هاي الجينات مثل ما احنا شايفين، بعدين رح يصير في عنا سبيشاليزيشن، بصير في عنا عمليه تخصص، فهاي الجينات ايش بصير في عليها؟ بصير في عليها انه يعني تغييرات كبيره. اول شيء بيكون في عنا دوبليكيشن، بعد الدوبليكيشن بصير في عنا سبيشاليزيشن، بصير في عنا تخصيص لهاي الجينات، بحيث في الاخر تعطينا الموليكيول اللي هم الاميونوجلوبولين او اللي احنا بنسميهم الانتي بودي، تعطينا التي سيل ريسبتور، تعطينا الام اتش سي ريسبتور اللي هم الميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس. هدول الكومبلكس كلياتهم، او هدول اللي بيعطينا اياهم كلياتهم، هدول عباره عن شو؟ هدول عباره عن اللي هي الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول، هي عباره عن موليكيول بتتعرف على الانتيجين. تمام؟ اللي هم التي سيل ريسبتور والانتي بودي. طبعا سواء قلنا انتي بودي او قلنا البي سيل ريسبتور هم نفس الشيء. تمام؟ رح تعرفوا لقدام شوي بالصيفي انه كيف يعني انه الانتي بودي هم نفسهم البي سيل ريسبتور، بس خلص تكونوا عارفينها، لانه التي سيل ريسبتور، البي سيل ريسبتور، الانتي بودي، الميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس، هذول كلياتهم عباره عن انتيجين ريكوجنيشن موليكيول، وبيجوا من الادابتيف اميون سيستم. وكيف بيجوا؟ من ناحيه انه احنا الجينات اللي عندنا بنعمل عليها تغييرات كبيره. تمام؟ فبيحكي لنا هون انه ذا انيت اميون سيستم نون سبيسيفيك، هو مو متخصص. تمام؟ فبالتالي هو مو بحاجه ل نيد ماني جين تو اكسبريس، يعني هو مش بحاجه لجينات كثيره، مش بحاجه لتغييرات كبيره على الجين. تمام؟ فبالتالي ما بصير عليه ميجر تشينج، تمام، عشان يكون لنا جين جديد. ولكن في الادابتيف اميون سيستم ايش بصير في عندنا؟ بحكي لنا انه الجين بصير في عليه الدبليكيشن، بعد الدبليكيشن بصير في عليه سبيشاليزيشن، بصير في عليه تخصيص. تمام؟ اذا بالادابتيف اميون سيستم ايش بصير في عنا؟ بصير في عنا دوبليكيشن الجين، بعدين بصير في عليهم سبيشاليزيشن، بحيث انهم يكونون جينات جديده. تمام؟ فبالتالي انه بيكون في عنا الجينات متنوعه اكثر من الانيت اميون سيستم. هلا اوكي خلينا نكبرهم احسن. هلا the phases of activation B cell،
هلا بتذكروا الكلونال سيلكشن ثيوري؟ هاي برضو مرتبطة بالكلونال سيلكشن ثيوري. هلا البي سيل او التي سيل، تمام، في لهم مراحل لتنشيطهم. اول اشي في عنا الكوجنيتيف فيز، تمام، اللي هو مرحلة التعارف. طيب تاني مرحلة عنا اللي هي الاكتيفيشن فيز، اللي هي مرحلة التنشيط، وثالث مرحلة عنا الافكتور فيز، اللي هو مرحلة التأثير بنسميها. اذا في عنا الكوجنيتيف فيز اللي هي التعارف، الاكتيفيشن فيز اللي هي التنشيط، والافكتور فيز. هلا شو بصير في عنا بالكوجنيتيف فيز؟ بصير في عنا ريكوجنايز بس خلايا بي بتتعرف على مين؟ على الانتيجن الغريب، على الجسم الغريب اللي دخل عنا. طبعا انا هاي المراحل ذكرتها مليون مرة، بس هلا بدنا نذكرهم باسمائهم. فاذا اول شيء خلايا بي زي ما احنا شايفين هون بالكوجنيتيف فيز، انها هي تعرفت على الانتيجين، على الجسم الغريب الموجود عندنا. بعد هيك بصير في عندنا اكتيفيشن. شو بصير بالاكتيفيشن؟ انه خلايا بي بتتكاثر، بصيرها بروليفريشن، فانه خلايا بي شو صار فيها؟ تكاثرت، تمام. بعدين في الافكتور فيز، انه الخلايا يلي تكاثرت ايش راح يصير في عليها؟ راح يصير عليها ديفرنشيشن، بتتطور وبتعطينا البلازما سيل. والبلازما سيل شو بتعطينا؟ بتعطينا الانتي بودي، بتعطينا ايش؟ الاجسام المضاده يلي بتروح ايش؟ بتقتل الانتيجن. فاذا شو اللي بيصير؟ احنا عندنا شو مراحل تنشيط البي سيل؟ انه اول شيء الكوجنيتيف فيز اللي هي مرحله التعرف، بتعرف البي سيل على الانتيجن الغريب. بعدين بيصير له اكتيفيشن، يعني ايش يعني؟ بتنشط، يعني بيقوم بيتكاثر وبعطينا خلايا، يعني بيصير له بروليفريشن. بعدين هاي الخلايا تنضج وبتكبر وبتعطينا البلازما سيل اللي بتعطينا الانتي بودي في مرحله الافكتور فيز. طيب بعدين بيحكي لنا، هلا بدنا نحكي عن السيل اوف ذا انيت اميون سيستم. هلا بتتذكروا احنا حكينا انه في عندنا اكثر من خليه موجوده في الانيت اميون سيستم. هلا بدنا نتعرف عليهم. اول شيء في عندنا النيوتروفيلز. النيوتروفيلز كيف بدي اميزها من باقي الخلايا؟ طبعا هاي النيوتروفيلز كيف بميزها من انها هي سيجمنتد نيوكلياي، يعني النواه تاعتها ايش مالها؟ مقسمه، تمام. مقسمه عاده بتكون 3 سيجمنتس، يعني بتكون 3 اقسام، اوكي. فاذا بشوف خليه فيها ثلاث اقسام النيوكلياي تاعتها، بعرف انها هاي النيوتروفيلز، تمام. في كمان بيحكي لنا السيتوبلازم تاعها يعني معبأ بالجرانيولز. الجرانيولز اذا بتتذكروا لما حكينا انه كيف بتصير عندنا عمليه الفاجوسايتوسيس، كيف بتصير عمليه البلعمه، قلنا انه في عندنا جرانيولز جوا الخلايا المبلعمه. هاي الجرانيولز في جواتها انزيمات، وهاي الانزيمات بتعمل الاوكسيديتيف بيرست، بتعمل هاي العمليه اللي بتقوم بتحطم لنا الجسم الغريب يلي قامت بلعمته هاي الخليه، تمام. فاذا السيتوبلازم فيها جرانيولز، اللي النواه تاعتها بتكون مقسمه لثلاث اقسام، وانه النيوتروفيلز مثل ما حكينا من قبل انه مده حياتها كثير قصيره، وهي قاعده عم تعمل بعمليه البلعمه بتموت، وقلنا انها هي بتشكل لنا البس اللي هو القيح او الصديد، واللي شفناه في البارت الماضي. طيب الايزينوفيل، الايزينوفيل بيحكي لنا برضه انها هي المهم نلاقي الايزينوفيل بنلاقيها اذا الجسم انصاب بالورمز، تمام، واذا انصاب بالهايبر سنسيتيفيتي، اذا في حاله اصابتنا بالورمز اللي هم الديدان، وفي حاله الاصابه بايش؟ او في حاله الحساسيه الهايبر سنسيتيفيتي اللي هو في حاله الحساسيه. ففي هدول الحالتين انا بشوف خلايا اللي اسمهم الايزينوفيل. طيب هلا هدول الخلايا بيحكي لنا افكتيف ان كيلينج بارازايت، تمام. بيحكي لنا كمان هم سيجمنتد، هم مقسمين، تمام، وعاده بيكونوا مقسمين لقسمين، يعني النواه تاعتها بيكون مقسمه لقسمين، النيوتروفيلز ثلاث اقسام. طيب نيجي للماكروفاج واللي حكينا عنها من قبل، هي عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل. قلت لكم من قبل مين هم الانتيجين بريزنتنج سيل؟ هم خلايا بي والماكروفاج والدندرتك سيل، تمام. فالماكروفاج هي انتيجين بريزنتنج سيل، هي واحد، هي اول وظيفه لها. ثاني وظيفه لها انها هي بتعمل فاجوسايتوسيس، بتعمل عمليه بلعمه، وحكينا من قبل انه الماكروفاج كيف بتعمل عمليه الفاجوسايتوسيس للجرانيولز والانزيم وهي القصص كلها. وكمان حكينا انه الماكروفاج ما بتموت وهي قاعده عم تعمل عمليه الفاجوسايتوسيس، على عكس النيوتروفيلز. اذا هم مين الخلايا اللي بيعملوا لنا البلعمه؟ النيوتروفيلز والماكروفاج. النيوتروفيلز بتموت وهي قاعده عم تعمل بعمليه البلعمه، الماكروفاج ما بتموت، تمام. طيب الماكروفاج لما تتنشط ايش بسميها؟ بسميها الجاينت سيل، تمام. فالماكروفاج لما تتنشط بسميها الجاينت سيل، لها وظيفتين. اول وظيفه انها هي بريزنتنج انتيجين بريزنتنج سيل، يعني انها هي بتظهر لنا الانتيجين الغريب على سطحها بحيث انه تتعرف عليها خلايا تي وخلايا بي، وانها هي كمان بتساعد في عمليه الفاجوسايتوسيس، في عمليه البلعمه. المسل طبعا هاي هي الماكروفاج، خلينا نشوفها، هاي هي الماكروفاج، تمام. واخر شيء او قبل الاخيره في عندنا المسل. المسل وين بنلاقيها؟ بنلاقيها بالتيشو. طبعا هدول اللي فوق وين بنلاقيهم؟ بنلاقيهم في الدم، اما المسل بنلاقيهم في انسجه الجسم. شو بتعمل المسل؟ بتعطينا الهستامين. الهستامين من ايام التوجيه بمين بذكركم؟ بذكركم بالحساسيه. فاذا هي الهستامين وبتفرز لنا انفلاماتوري ميدييتور. اذا بتتذكروا حكينا عن انفلاماتوري ميدييتور انهم هم احد اجزاء الانيت اميون سيستم. المهم انها بتعطينا هستامين، بتعطينا
inflammatory mediator يلي بيروحوا بيساعدوا في وين؟ في الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، في تفاعلات الحساسية. تمام، الناتشرال كيلر سيل اللي هي عبارة عن خلايا القاتلة الطبيعية، برضو أخذت عنها في التوجيهي، بيحكي أنها هي بتشبه الليمفوسايت، يعني الناتشرال كيلر سيل بتشبه خلايا تي وبتشبه خلايا بي، أوكي، ولكنها مش ليمفوسايت. ليش الناتشرال كيلر سيل على الرغم أنها بتشبه الليمفوسايت، بتشبه خلايا تي وخلايا بي، لكنها مش من الادابتيف اميون سيستم؟ يعني الناتشرال كيلر سيل احنا نعتبرها من وين؟ من الانيت اميون سيستم، ولكن خلايا بي وخلايا تي بنعتبرهم من الادابتيف اميون سيستم. ليه بنعتبرها زي هيك على الرغم انها بتشبههم؟ لانها هي نوت سبيسيفيك، تمام، لانه هي ما عندها خصوصيه في التعامل مع الباثوجين، لهيك انا اعتبرتها انيت اميون سيستم على الرغم انها هي بتشبه خلايا تي وبتشبه خلايا بي. تمام، بحكينا انه هي ما بتعمل فاجوسايتوسيس، ولكنها هي ايش بتعمل؟ بتقتل الفيروسات وبتقتل كمان التيومر سيل، تمام، الخلايا السرطانيه. طيب هلا نيجي للصوره اللي عندنا هون، بحكي لنا انه هاي الصوره احنا مسكنا خلايا بي وخلايا تي القاتله وخلايا تي المساعده، شفناهم تحت الميكروسكوب، لاحظنا انه هم في حاله الراحه انهم بيكونوا الثلاثه بيشبهوا بعض، تمام، شكلهم بيشبه بعض، ولكن في حاله انه صار لهم اكتيفيشن تنشطوا، كل واحده بتصير تختلف عن الثانيه. اوكي، هلا كمان ملاحظه بدنا نكون عارفينها، انه خلايا تي القاتله بتكون حامله عليها ايش اسمه السي دي 4، تمام، وخلايا الخلايا تي القاتله سي دي 8، تمام، وخلايا تي المساعده بتكون عليها السي دي 4. فاذا انا شفت خليه مثلا شفت السي دي 4 بعرف انه هاي خلايا تي المساعده، هاي مربوطه سي دي 4 فخلايا تي مساعده، هاي سي دي 8 فمعناها هاي خلايا تي القاتله. اوكي، فهذا كيف هذا انه بنميز خلايا تي القاتله عن خلايا تي المساعده. كمان ملاحظه بنشوفها من الصوره انه احنا في عنا خلايا تي المساعده اللي هي هيلبر تي سيل، هاي بتتحكم بكل اجزاء الادابتيف اميون سيستم، تمام، هي اللي بتروح بتنشط لنا خلايا بي وبتنشط لنا خلايا تي القاتله، واخذت عنهم بالتوجيه انه كيف خلايا تي المساعده بتروح بتنشط لنا خلايا بي وبتنشط لنا خلايا تي القاتله، ولكن الدكتور مش حاكي تفاصيل هون، فبس تكونوا عارفين انها هي اللي بتاثر على هدول الخلايا. طيب هلا هون نقرا بس على سريع شو موجود، بحكينا انه بي سيل والهيلبر تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل هدول كلياتهم ايش مالهم؟ بيكونوا نفس الشيء تحت الميكروسكوب لما يكونوا ان اكتيفيشن، ولكن مجرد ما صار عليهم اكتيفيشن راح يختلف الشكل تاعهم. بحكي لنا انه الخلايا بي ايش راح تعطينا؟ راح تعطينا الاميونوجلوبولين، تعطينا الانتي بودي، تعطينا الاجسام المضاده، اوكي، وممكن تعطينا السيتوكاينز. وحكينا السيتوكاينز هي مواد كيميائيه هي بتشتغل كاشارات بين الخلايا. كمان بحكي لنا انه الهيلبر تي سيل خلايا تي المساعدة انها هي بتأثر على خلايا تي وبتأثر على خلايا بي، فبالتالي الـ HIV فيروس ليش احنا بنعتبر مرض الايدز مرض خطير جدا ومرض قاتل؟ لانه الفيروس اللي بيسبب لنا مرض الايدز اللي اسمه الـ HIV بيروح بيستهدف خلايا تي المساعدة، يعني بيروح بيستهدف الراس الكبير في جهاز المناعة، تمام؟ هلا خلايا تي المساعدة اتفقنا انها هي بتروح بتنشط لنا خلايا بي وبتنشط لنا خلايا تي القاتل، يعني هي اللي بتنشط لنا جهاز المناعة كلياته. إذا رحت أنا دمرت خلايا تي المساعدة فمعناها أنا دمرت جهاز المناعة كلياته، عشان هيك الناس اللي عندهم مرض الإيدز بيكونوا سيفير إميونوكومبرمايز، يعني بيكون جهاز المناعة تاعهم يعني كتير 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 ضعيف. اوكي، فبيحكي لنا انه so when HIV virus inject into this cell اللي هم الهيلبر تي سيل، البيشنت هذا ايش راح يكون؟ سيفير إميونوكومبرمايز، تمام. طيب هلا بحكي لنا انه الانتيجين بريزنتنج سيل مين هم؟ الدندريتك سيل والماكروفاج والبي سيل حكينا عنهم من قبل. بحكي لنا انه البي سيل وي هاف سبيسيفيك ريسبتور ويتش ذا اميونوجلوبولين ام مونيمر ذات بريزنت انتيجين تو تي سيل. هلا شوف صراحه برضو هاي مش معلومه مهمه، او يعني بنحكي انها معلومه متقدمه، ولكن بما انه الدكتور حكاهم، هلا هون على خلايا بي مش قلنا انه هاي انتيجين بريزنتنج سيل، يعني هاي بتطلع الانتيجين على سطحها، كيف بتطلعهم؟ عن طريق ريسبتور مميز. شو اسمه؟ اسمه الاي جي ام مونومر ريسبتور، هذا الريسبتور اسمه اي جي ام او الاميونوجلوبولين ام، طبعا هذا نوع من انواع الانتي بودي، رح تعرفوا تفاصيله اكثر في الصيف، فانا ما بدي ادخل في تفاصيله لانه تفاصيله كثير كبيره، تمام، فبس كونوا عارفين انه في على سطحه ريسبتور اللي اسمه الاي جي ام مونومر. طبعا ايش يعني مونومر؟ يعني انه هو مكون من قطعه واحده، هاي معنى مونومر.
مونومر، بحكي لنا انه هذا الاي جي ام بيكون مظهر الانتيجن اللي هو الجسم الغريب عليه، وبالتالي خلايا تي لما تيجي ترتبط بترتبط او بتتعرف على الانتيجن عن طريق هذا، انه بيكون عندنا الانتيجن ظاهر على الاي جي ام مونومر. تمام، فانا بس اللي بيهمني تكونوا عارفين انه الانتيجن بريزنتنج سيل شو هم، الدندريتك سيل، الماكروفاج، والبي سيل. باقي التفاصيل صراحه يعني اذا بدي احكي شيء منهم رح نفتح حالنا باب وبدنا محاضره كامله لنخلصهم. تمام، طيب هلا نيجي لهذا الجدول. هذا الجدول للأمانة فيه تفاصيل كثير برضو أنتم مش مطالبين فيها، والدكتور نفسه وهو قاعد عم بيحكي صريح إنه أنا ما بطالبكم بهاي التفاصيل الموجودة بهذا الجدول، ولكن احتياطا وكونه دكتور زياد بحب الجداول فرح نحكي عن هذا الجدول. هلا بحكي لنا في عنا تايب 1 والتايب 2 والتايب 3. هلا في عنا الباثوجين إما أن يكون intracellular pathogen، وإما أن يكون surface pathogen، وإما أن يكون extracellular pathogen. شو يعني intracellular pathogen؟ يعني إنه هذا المرض او هذا الفيروس او البكتيريا موجود جوا الخليه بداخل الخليه. تمام، عندنا السيرفس باثوجين انه هو موجود على الاسطح. تمام، والاكسترا سيلر باثوجين انه هو موجود وين؟ في البلازما. تمام، موجود خارج الخلايا. تمام، مثل ما قلت لكم انه هاي التفاصيل اصلا ما حكاها الدكتور، بس احنا بنحكيها انه احتياطا يعني. هلا بحكي لنا انه الاكزامبل اوف ذا باثوجين، هلا اعطيني مثال على مواد ممرضة بتكون intracellular، بتكون داخل الخلية. عندنا نوع من أنواع البكتيريا بنسميها المايكروبكتيريا، تمام، يلي بتسبب لنا التوبركلوسز، مش مهمة، الفيروسات والبروتوزوا. تمام، هدول أنواع من المواد الممرضة يلي بتكون وين؟ موجودة داخل الخلية. طب أعطيني مثال على مواد ممرضة بتكون موجودة على السيرفس اللي هي عندنا الهيلمنة. تمام، وإيش بيكون موجود على الإكستراسيلر؟ مثل البكتيريا، تمام، مثل الاستافيلوكوكس مثال على انواع البكتيريا، الفنجاي اللي هي الفطريات. تمام، فاحنا اخذنا مثال على كل نوع من انواع الاصابات، انه لما يكون عندنا الباثوجين موجود جوا الخليه او موجود على سطح الخليه او موجود بين الخلايا اللي هو بالبلازما. تمام، طيب هلا في الانيت اميون سيستم، كيف الانيت اميون سيستم بيستجيب للانتراسيلولر باثوجين؟ عن طريق انه بيفرز انترفيرون، بيفرز الماكروفاج، بيفرز الناتشرال كيلر سيل. اذا ثلاث اشياء بيهاجمهم، انترفيرون، ماكروفاج، ناتشرال كيلر سيل. التايب 2 اللي هي السيرفيس، كيف بنهاجمهم؟ عن طريق الماست سيل، تمام، والإزينوفيل اللي أخذناهم قبل شوي. والإكسترا سيلر مين بيهاجمهم؟ النيوتروفيل. هذا بالنسبة للإينات إميون سيستم. بالنسبة للأدابتف إميون سيستم مين بيهاجم كل نوع منهم؟ الأدابتف إميون سيستم عندنا التي هيلبر 1. هلأ التي هيلبر في منها أنواع، تي هيلبر 1، تي هيلبر 2، تي هيلبر 17. تمام، هلأ تي هيلبر 1 هي اللي بتهاجم الإنترا سيلر. كمان في عنا السيتوتوكسيك تي سيل، خلايا تي القاتلة برضو بتهاجم الإنترا سيلر. وفي عنا أنواع من الأنتي بادي اللي هم الاي جي ام، اي جي جي، اي جي اي، هدول أنواع من الأجسام المضادة برضو بيهاجموا الانتراسيلر. السيرفس مين بيهاجموا؟ التي هيلبر 2 والاي جي اي، برضو هذا نوع من انواع الاجسام المضاده. والاكستراسيلر مين بيهاجموا؟ التي هيلبر 17 هي اللي بتهاجم الاكستراسيلر. هلا اذا صار في عندنا فشل، احنا ما قدرنا نهاجم هاي الباثوجين، هاي الامراض، شو بصير في عندي امراض؟ بيحكي لنا في الانتراسيلر بصير عندنا اوتو اميون ديزيز، اللي هو انه بصير في عندنا الجسم يهاجم حاله. في السيرفس بصير في عندنا الليرجي اللي هي الحساسيه، وفي الاكستراسيلر باثوجين بصير في عندنا اوتو اميون ديزيز. مثل ما قلت لكم هذا الجدول فيه تفاصيل كتيرة، انتوا لازم تكونوا ماخدين محاضرات كتير توضح الاشياء الموجودة فيه. فلهيك اصلا الدكتور هو بحكي انه انا هو قاعد عم بشرح حكى انه انا مش مطالبكم بالتفاصيل اللي هون، فصراحة يعني لا تهتموا كتير فيه، بس كونوا على اطلاع عليه. تمام، يعني في الاخر الدكتور مش هيجي يحكي لكم والله انه اذا دخل في عندنا فيروس انه التي هيلبر 1 راح تروح تهاجمه ولا لا، انتم مش ماخدين شو هي التي هيلبر 1 ولا التي هيلبر 2 ولا هاي القصص كلياتها. فكونوا بس على اطلاع عليه، يعني اطلاع سريع، لا تهتموا كتير فيه. طب نيجي للموضوع اللي وراه اللي هي البوستر دوزز. قبل ما اروح على البوستر دوزز بدي احكي ملاحظتين بعدين احكي عنه. عندنا البرايمري اميون ريسبونس وفي عندنا السكندري اميون ريسبونس، الاستجابه الاولى والاستجابه الثانيه. لما يدخل عندنا الفيروس او البكتيريا للمره الاولى للجسم ايش بنسميها هذا الريسبونس؟ ايش بنسمي استجابه الجسم لها؟ البرايمري اميون ريسبونس. في المره الثانيه اذا نفس الباثوجين، نفس الفيروس او نفس البكتيريا دخلت عندنا للمره الثانيه على الجسم، ايش بسمي استجابه الجسم لها؟ سكندري اميون ريسبونس، انه هذا المرض او هذا الفيروس دخل عندنا للمره الثانيه على الجسم. تمام، طيب
هلا البوستر دوز ايش يعني؟ هلا هون هاي الصورة بتوضح لنا الفاكسين كيف احنا بنعطيه لمرضى الهيباتيتس بي فيروس، لمرضى المصابين ب او غير المصابين، انه انا كيف بعطي لقاح الهيباتيتس بي فيروس اللي هو التهاب الكبد الوبائي اللي حكينا عنه قبل شوي. هلا احنا بنعطيه على 3 جرعات، تمام؟ انت بتيجي بتصفن بتحكي لي طب ليش اعطيه على 3 جرعات؟ اعطي مره واحده جرعه كبيره وخلص اخلص من الموضوع. بحكينا انه لا، احنا ليش بنعطي على اكثر من جرعه؟ بحكينا sometimes we use booster dose اللي هو انه اكثر من دوز، which are extra administration of the vaccine after the area primer dose. يعني انا بعد ما اعطي البرايمر دوز، هذا اول جرعه من اللقاح اللي بنسميها البرايمر دوز، انا بقوم بعطي كمان دوزز، بعطي كمان جرعات، تمام؟ ليش بنعطي كمان جرعات؟ to increase the number of antibody and memory cell. اذا احنا بنعطي اكثر من جرعة عشان نزيد الانتيبادي اللي الأجسام المضادة، وعشان نزيد الميموري سيل، تمام؟ على أساس إنه يكون جهاز المناعة أقوى، تمام؟ طيب فبيحكي لنا إنه نزيد الميموري سيل اللي هم رح يكونوا in the blood، رح يكونوا في الدم against the pathogen، يعني رح يكونوا مضادين لهذا الباثوجين، أوكي؟ فهذا السبب إنه إحنا بنعطي أكثر من جرعة، مش إنه بنكتفي بجرعة واحدة فقط. طيب ممكن أنت تيجي تحكي طب ليش أنا أكتفي ب3 جرعات؟ خليني أعطي 4 أو 5 جرعات بما إنه أنا رح أقوي جهاز المناعة. مش بحكي لك طول بالك لأنه كل شيء بيزيد عن حده بقلب ضده، تمام؟ فأنا إذا إجيت مثلا أعطيت مثلا جرعة رابعة أو جرعة خامسة، رح أفشق عن هذا السطر هلا برجع له. فبحكينا إذا إحنا أعطينا كمان دوزز، يعني مثلا أنا بعرف إنه الهيباتيتس بي فيروس إنه بحاجة ل 3 دوزز، ل3 جرعات، تمام؟ إذا أنا قمت أعطيت جرعة رابعة أو جرعة خامسة، شو بصير في عندي؟ بحكي لنا إنه هذا إشي lead to identify استنى شوي هذا الشيء رح يؤدي ل suppression، تمام؟ رح يؤدي لتثبيط جهاز المناعة. كيف بنثبط جهاز المناعة؟ بإنه بنفرز نوع من أنواع خلايا تي اللي اسمها تي suppressor، تمام؟ هاي التي سبريسور بنقوم بنفرزها وبننشطها، فبتعمل تثبيط لجهاز المناعة عنا، تمام؟ فهاي انه كل شيء بيزيد عن حده بقلب ضده، مش اذا اعطيت 4 أو 5 جرعات معناها هذا اشي منيح، لا، هذا انا قاعد عم بنشط جهاز المناعة، وقاعدة عم بنشط او سوري مش بنشط جهاز المناعة، احنا قاعدين عم بنشط تثبيط جهاز المناعة عن طريق تنشيط خلايا اللي اسمهم تي سبريسور، اوكي؟ فهذا اشي مش منيح انه نعطي دوزز اكثر من الدوزز المطلوبة. فمثلا هيباتيتس بي فيروس كم من دوز بده؟ بده 3 جرعات، بينما كورونا فيروس مثل ما شفنا انه بيحكوا لنا انه 2 دوزز ار انف، يعني بس جرعتين كانوا كافيات بانه يكون عندنا الانتي بودي. اذا زدت عن هدول الجرعات هذا اشي مش منيح، هذا الاشي ممكن يؤدي لانه نثبط جهاز المناعة، وهيك انت بتصير بدل ما انت تيجي تكحلها بتعميها، تمام؟ طيب بحكي لنا، طيب هلا احنا هاي الميكانيزم انه احنا لما نعطي دوزز اكثر انه بصير في عنا تثبيط لجهاز المناعه، كمان الدكاتره استفادوا منها، شوفوا حتى هاي بنستفيد منها. كيف استفادوا منها؟ عشان يعالجوا الاوتو اميون ديزيز. هلا بالاوتو اميون ديزيز مش بيكون جهاز المناعه منشط على انه يهاجم أنسجة الجسم، يعني جهاز المناعة قاعد ومتنشط إنه يهاجم جسمي، تمام؟ طيب أنا بدي أطفي جهاز المناعة، أحكي له وقف خلص أسكت، تمام؟ كيف بدي أجي أوقفه؟ بحيث إني أعطيه مثلا أنتي بادي أو أي شيء، بحيث إني أرفع من الأنتي بادي ليفل في البلد، إني أزيد من وجود الأجسام المضادة في الدم، وإني أجي أنشط خلايا تي اللي هم التي سبريسور، فبالتالي هدول رح يقوموا يثبطوا لنا جهاز المناعة، تمام؟ فإذا بعطي دوزز عالية، بعطي جرعات عالية، هاي الجرعات العالية رح تقوم تثبط لنا جهاز المناعة، وإحنا أصلاً بدنا نثبطه، يعني جهاز المناعة انجن وقاعد عم بيهاجم بحاله، تمام؟ فإحنا بدنا نثبطه، بدنا نوقفه، كيف بنوقفه؟ بحيث إنه نعطي دوزز عالية، نعطي جرعات عالية أو أكثر من جرعة، بحيث إنه هاي الجرعات إنها تنشط لنا تثبيط جهاز المناعة، تمام؟ نيجي لآخر مواضيع موجودة في هاي المحاضرة، الـ active and الـ passive immunity. شو يعني الactive and passive immunity؟ بيحكي لنا الactive immunity، هلا شوفوا هاي الactive immunity، هاد بني آدم شغيل، تمام؟ وبيحب انه يشتغل ويكسب رزقه بإيده، تمام؟ الباسيف immunity هذا انسان كسول وما بيشتغل وبده الاكل يوصل لعنده، تمام؟ هيك انتوا اربطوها. طيب شو يعني الactive immunity؟ بيحكي لنا
انه الاميون سيستم اذا انصاب بفورين انتيجين، انصاب بجسم غريب، هو لحاله بيشتغل على حاله وبيطلع لنا في الاخر انتي بودي، اجسام مضاده تواجه هذا الجسم الغريب، تمام؟ وهذا اللي احنا بنعمله في عمليه الفاكسينيشن. بالفاكسينيشن احنا شو بنعمل؟ بالتلقيح بنجيب جسم غريب، طبعا بنضعفه شوي وبندخله على الجسم، على جسم الانسان الطبيعي، بحيث انه جسم الانسان الطبيعي يستجيب لهذا الجسم الغريب ويكون اجسام مضاده ضده، تمام؟ فاذا جهاز المناعه هو اللي عم يشتغل، هو اللي عم بطلع الأجسام المضادة، تمام؟ ولكن بالباسف إميونيتي هذا قاعد ومرتاح وبده كل شيء يوصله لعنده، هذا شو اللي بيصير؟ إنه والله دخل عليه جسم غريب، لا جهاز المناعة بده يشتغل ولا بده يكون أنتيبادي ولا بده يعمل إشي، فإحنا بنضطر نمسك أنتيبادي، نمسك أجسام مضادة من إنسان تاني مكونهم ونعطيه لهذا الإنسان اللي هو ما قاعد عم بيعمل الأنتيبادي، تمام؟ فإذا الباسف إنه إحنا عم نجيب أنتيبادي، أجسام مضادة مش من الجسم، من جسم إنسان تاني، وعم نعطيهم للإنسان المصاب بالمرض، تمام؟ فإذا بحكي لنا there are two type of immunity according to the origin of antibody. في عنا نوعين من المناعة، طبعا هاي التصنيف بتبع لأنه إحنا من وين جايبين الأنتيبادي، شو هو مصدر الأنتيبادي، هل هي من نفس الجسم ولا إحنا جايبينها من برا، تمام؟ ففي عنا الactive immunity بحكي لنا إنه the host own immunity، يعني جسم الإنسان نفسه، المناعة، جهاز المناعة نفسه هو يلي إيش بيعملها directly to antigen and produce antibody، يعني هو يلي بيواجه الأنتيجن بشكل مباشر وبنتجنا الأنتيبادي. وهذا اللي إحنا بنعمله قلنا في إيش، في عملية الفاكسينيشن، بحكينا like when you give vaccine، لما نعطي اللقاح، تمام؟ الإميون سيستم هو اللي رح يطلع لنا مين؟ الأنتيبادي، الأجسام المضادة. ولكن في الباسيف إميونيتي إيش بصير؟ في عنا الهوست اللي هو الإنسان أو جهاز المناعة receive antibody that were produced from immune system of another host، يعني أنا بروح على إنسان بيكون لي الأجسام المضادة، باخد الأجسام المضادة منه وبعطيه لإنسان تاني ما عم بيكون الأجسام المضادة هاي، تمام؟ فإحنا فعليا جبنا الأجسام المضادة من خارج الجسم. بحكينا مثل شو بنستخدمها بالباسيف ريبيز، يعني لما أنا أعطي تلقيح لداء الكلب، هذا المرض أنا باجي بعطي أنتيبادي، تمام؟ باجي بدخل أنتيبادي للجسم بحيث إنه ممكن يكون الجسم إنه مناعته ضعيفة فهو مش قادر يكون أنتيبادي، فأنا بعطيه الأنتيبادي جاهزة، تمام؟ بحكينا إنه هاي انه انا ممكن ادخل على الجسم مش بس انتيبادي، ممكن اني ادخل سيلز، تمام؟ يعني مثلا يكون الجسم نحكي ما عنده نوع من انواع الاميون سيل، اني ادخل له هاي السيل، ولكن احنا بالعاده ايش بندخل؟ بنعطي انتيبادي. طب اخر شغله موجوده عندنا الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول. اذا احنا حكينا عن الانتيجين بريزنتنج سيل، هم البي سيل، سوري، هم البي سيل والماكروفاج والدندريتك سيل، هذول يلي بيظهروا لنا وبيطلعوا لنا الجسم الغريب على سطحهم، عشان مين يتعرف عليهم؟ عشان يتعرف عليهم الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول، تمام؟ طب مين هم الانتيجين ريكوجنيشن موليكيول؟ حكينا عنهم قبل، التي سيل ريسبتور، البي سيل ريسبتور، والميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس. فهذا الميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس، هذا التي سيل ريسبتور، وهذا ال انتيبادي او البي سيل ريسبتور، قلت لكم نفس الشيء. فهدول كلهم بتعرفوا على شو؟ بتعرفوا على الانتيجين يلي موجود وين؟ يلي موجود على اسطح الانتيجين بريزنتنج سيل، اوكي؟ طيب هلا بدنا نيجي نحكي اخر شيء، الفروقات بين البي سيل والتي سيل لما يجوا يتعرفوا على الانتيجين. هلا شوفوا البي سيل ايش صار فيها؟ في على سطحها ريسبتور، هذا الريسبتور تعرف على الانتيجين وخلص، يعني شوفوا ما اسهلها البي سيل، انها هي بتتعرف على الانتيجين منها لحالها، منها للانتيجين، يعني انه خلص دايركتلي. اما التي سيل، هاي التي سيل كلها غلبه، شو بتيجي بتعمل؟ تيجي بتحكي لك انا ما بشوف الانتيجين الا اذا كان الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس موجود، تمام؟ فاذا ما كان الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس موجود، التي سيل ما بتقدر تشوف الانتيجين، ما بتقدر تشوف الجسم الغريب. فاحنا دائما بنشبه الام اتش سي موليكيول هاي كانها نظاره للتي سيل، التي سيل ما بتشوف اي شيء الا اذا لبست هاي النظاره، الا اذا هاي النظاره كانت موجوده، تمام؟ فالانتيجين بريزنتنج سيل لو كانت ظاهر عليها هذا الانتيجين، هذا الجسم الغريب، بدون الام اتش سي موليكيول التي سيل ما راح تشوفها، تمام؟ ولكن بسبب وجود الام اتش سي موليكيول، هاي كان الام اتش سي موليكيول بتحكي للتي سيل تعالي لهون، هاي في هون عندنا انتيجين غريب، تمام؟ فبيحكي لنا البي سيل ريكوجنايز انتيجين باي ذيم سيل، يعني هم لحالهم، بدهمش غلبه، بدهمش واسطه، تمام؟ الريسبتور تاعهم بتعرف على الانتيجين بشكل مباشر. اما التي سيل بحاجه لايش؟ بحاجه ل to be presented on the surface of the another cell، ايش بنسميها؟ بنسميها
هلا بحكي لنا انه هم التي سيل بحاجه اول شيء لانتيجين بريزنتنج سيل، يعني هي مش انها بتشوفهم، يعني هلا مثلا البي سيل ريسبتور مثلا بيشوف الانتيجين في الدم خلص بيروح بيرتبط فيه وبتعرف عليه وبقوم بقتله، اما التي سيل لازم يكون في عندي خليه تانية اسمها انتيجين بريزنتنج سيل، وهاي الخليه تظهر لنا الانتيجين على سطحها، تمام؟ ومش بس هيك، كمان لازم يكون في عندنا ام اتش سي موليكيول موجود، فهي بحاجه لسيل ثانيه، لخليه ثانيه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل مثل الماكروفاج والدندريتك سيل والبي سيل، كمان انه يكون موجود عندي ال MHC molecule، تمام؟ طبعا ال MHC molecule قلت لكم من قبل في لها 2 classes، class 1 و class 2، بس يعني مش ضروري تكونوا عارفينهم. فهاي هي الفرق بين البي سيل والتي سيل، البي سيل بتتعرف مباشره، اما التي سيل بحاجه لوجود خليه بالاضافه لهي الخليه اللي هي الانتيجن بريزنتنج سيل يكون في عندنا ال MHC molecule. وهيك بنكون خلصنا كل ما يخص محاضره 13، بتمنى انكم تكونوا فهمتوها. اي حد عنده اي سؤال ما يتردد انه يبعث لي، وكل التوفيق يا رب.